يا مكتر الشائعات، ما هو لازم يطلع شائعات. يعني انت تاخد بالك مثلا انه الاسكان من وقت للتاني لازم، والصندوق التنفيذي الاسكان الاجتماعي بيعملوا من وقت للتاني الطرح بتاع الوحدات بتاعتهم، وكمان من وقت للتاني دي اصبحت فترات قريبة جدا، كل شوية بيحصل طرح جديد، وكل شوية الصندوق بيشتغل على ما فيه مصلحة المجتمع والفئات المستهدفة من ده. طب هنسيب الموضوع كده؟ ما احنا لازم نضرب اشاعة. فيجي يقول لك ايه الحق ده، الوزارة والصندوق اتفقوا مع شركة، والشركة دي بقى هي اللي هتساعدك علشان تقدر تاخد شقة في الإسكان الاجتماعي. حدوتة الحقيقة بقدر ما هي مؤسفة، بقدر ما هي كاذبة. فتلاقي انه الإسكان بينفوا بشكل واضح وقاطع التعاقد مع أي شركة وسيطة لمساعدة المواطن في الحصول على هذه الوحدات أو غيرها. خليني هنا أروح إلى يعني بيت القصيد زي ما بيتقال، والمسؤولة عن الموضوع المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله الحمد لله، يعني العمل على قدم وساق كالعادة. أيوة. بس دايما زي ما حضرتك قلت كده الشائعات، يعني زي ما يكونوا بيستعجلونا نطرح إعلانات. شوية ناس طبعا بتحاول انها يعني تروج اشاعات من نوع ان احنا هنستخدم وسطاء وشركات، وطبعا ده احنا عمرنا ما عملناه. احنا عملنا 17 اعلان حتى الان لاكثر قريب من 2 مليون عميل قدموا، عمرنا ما استخدمنا شركات والاقبال كبير. انا ليه هلجأ لشركه وسيطه تسوق لي شغلي او تساعد المواطن في استكمال اوراق، واحنا بالفعل قطعنا الشوط ده في التسع سنين اللي فاتوا من 2014، والحمد لله يعني الاعداد في تزايد. لما بننزل وحده بيجي عليها خمس ست طلبات، مفيش يعني لا في صعوبه ان المواطن يقدم اوراقه، ولا احنا محتاجين تسويق عشان نعتمد على شركات. الحمد لله يعني البرنامج يعني بشهاده، يعني بلاش نقول حتى هنا المواطنين، نقول بشهاده كل المؤسسات الدوليه اهم من اهم البرامج على مستوى العالم. صحيح. سواء في الحمايه الاجتماعيه او مكافحه الفقر او يعني كل الاهداف اللي بيحققها البرنامج. فالحمد لله يعني، بس هو من وقت للتاني كده لازم يعني ننفي الشائعات زي ما حضرتك قلت. هتبقى فرصه كويسه ان احنا نقول انه يعني احنا اخر اعلان عملناه من كام شهر كده، وزي ما قلت لحضرتك يمكن تقدم عليه اعداد كبير قوي اكثر من الوحدات المطروحه. يعني من اسبوعين كده دوله رئيس الوزراء عمل اجتماع مع يعني بحضوري، تشرفت بحضوره مع السيد وزير الاسكان ووزير الماليه، واكد على اهميه البرنامج وان احنا نحاول نستوعب كل الطلبات اللي تقدمت حتى لو هي اكثر من عدد الوحدات. هنعلن قريبا عن شروط جديده للناس اللي هي هتبقى خارج الاولويه في يعني عددها ازيد من الوحدات الموجوده، وان شاء الله نقدر نستوعبهم بالشروط الجديده لمن يرغب. طبعا احنا عارفين انه البرنامج مهم قوي لانه بيظبط النمو العشوائي في الوحدات السكنيه والتعدي على الاراضي الزراعيه، وطبعا يعني ده اللي اكد عليه الدكتور مصطفى في الاجتماع. فانا يعني بس بنتهز الفرصه دي واطمن الناس انه ان شاء الله قريبا هيبقى فيه اعلان، مش الاعلان ال 18 ولا الشهر الجاي هيبقى، ولا الكلام اللي بيتنشر برضه كتير ده، هو ده هيبقى اعلان استكمال للحاجزين اللي ايه يعني لن يحالفهم الحظ انهم يلاقوا وحده في الوحدات اللي احنا كنا طرحناها. طيب اذا يعني ولا حصل ولا هيحصل موضوع ان يبقى في وساطه دي مش ابدا؟ هيحصل عمره. احنا لا نستخدم وسطاء، ولا المواطن بيتعامل مباشر، التقديم كله الكتروني. احنا بنحاول نفصل مساله تقديم الخدمه وما يبقاش فيه يعني تواصل مباشر مع المواطنين، ولا حد يدعي انه يقدر يسهل لحد الحصول على شقه، لانه دي طبعا كانت باب من ابواب يعني الفساد في عصور ماضيه. الحمد لله احنا دلوقتي الناس بتقدم ورقها الكتروني، بيدرس وبيتعمل الاستعلام الميداني، الملف المقبول يروح لبنك عشان يتمول، والعميل يتعامل من خلال البنك، ما بيقابلش حد في الصندوق خالص ولا بيحتاج ان هو يتعامل. يعني باب اولى، مش هنجيب وسطاء تعمل الشغل ده. طب حلو جدا. حضرتك ذكرتي برضو جملة مهمة، قلت ان احنا قريب هنعرض ايضا طرح جديد استكمالا للناس اللي خارج حدود الاولوية، وهنعلن الشروط. يعني ايه خارج حدود الاولوية؟ يعني انا مثلا كنت طرحة مثلا 12 ألف وحدة متاحين عندي في مدينة اكتوبر الجديدة، دي مدينة جديدة غرب المطار، ولسه يعني مستهدفينها انها يعني يتعمل فيها
تنمية عمرانية وفقا للمخطط اللي احنا ماشيين عليه. ال 13000 وحدة دول هياخدهم 13000 واحد، انا اقدم عندي حوالي 95000 واحد في مدينة اكتوبر الجديدة اللي هي لسه مدينة يعني تعتبر وليدة. فده برضو يعني بيدي انديكيشن قد ايه البرنامج له مصداقية، والحمد لله الناس عارفة انه حتى المدينة الجديدة اللي لسه بنبتديها احنا برضو في النهاية هنوفر فيها كل الخدمات والمواصلات وفيها النقلة النوعية وجودة الحياة المطلوبة، عشان كده الناس بتقدم يعني. احنا هنحاول نستوعب الزياده فوق ال 13000. طبعا حضرتك عارف ان احنا بنرتب الناس بالاولويات، فهندي ال 13000 الاولانيين للمتزوج ويعول وللاسره الاصغر سنا، والكلام ده اللي هو معتمد في الاولويات من اول ما بدانا الاعلانات. اللي فوق بقى ال 13000 دول هنعرض عليه شروط جديده، لانه طبعا تنفيذ الوحده النهارده غير الوحده اللي انا منفذها من سنه ونص او سنتين او اللي هي في مراحل تنفيذ، وبالتالي هيبقى في تسعير جديد ايضا مش كده؟ اكيد، لكن طبعا احنا يعني برضو زي ما حضرتك عارف بنحاول دايما ان احنا نعالج القفزات السعريه والكلام ده بان احنا نزود الدعم النقدي لمبادرات الفايده اللي وزاره الماليه بتتحملها، حتى مع وجود القفزه الكبيره في اسعار الفايده النهارده. الفايده على التمويل العقاري العادي 24% و25%، يعني دي الاسعار اللي احنا بناخدها من البنوك للتمويل العقاري العادي. ف بنتكلم بقى على فايدة مخفضة ودعم نقدي بيتخصم من ثمن الوحدة وتكلفة المرافق، يعني بنراعي طبعا المتغيرات وبنراجع مستويات الدخل، بحيث ان برضه حتى مع الشروط الجديدة يعني تظل مقبولة وافورد للشريحة اللي احنا بنستهدفها. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 يا باشمهندسة، كل الشكر ليكي. المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.